ايه فوبيا الباراشوتات دي اللي جات لك فجاه يا شيخ؟ الكلام ما بيبقاش كده، مش طص يعني، مش في اول قعده، كله جاي باذن الله. دلوقتي احنا في لحظه السلطنه، هسمعك نوادر نوادر يعني. عندك عبد الوهاب وهو بيقرا القران، عندك امك، اسمعي بس يا عم، بس اسمع ايه ده بس. انا اسفه، انا اسفه يا عبد الله، والمصحف مقصود. استنى ايه دي؟ عقد بيع شقة عم جورج اللي مش لاقيها ليسا. عم جورج وي شادية، عنبة فرجتني على فيديو بتاعك، كان نفسي اجيلك احضنك اقولك حاجات كتير قوي جوايا. طب وليه ما جيتيش يا طنط؟ طبعا مش كان ينفع، انتوا عندكم ضيوف خطوبة، اول ما مشوا عمته قالتني انك هنا. يعني انا مش عارفة والله ليه حضرتك معتبرة نفسك غريبة عننا بجد. انتي بالنسبه لنا في مقام عمتي عنبه كده بالظبط. مش عمتك، في مقام ماما. النهارده بس كان نفسي اكون مامتك. النهارده بس عرفت قيمه مسيو عبد الله ومدام موسى عشان خلفوا معجزه جميله زيك. وايه ده كمان؟ في ايه يا عبد الله؟ مالك؟ ايه ده؟ ايه؟ ايه؟ الورقة بتتكلم. ايه؟ عقد بيع لكامل الأرض بتاعت أبويا، نقل ملكية ليا ولأمي ولأختي منه 6 أشهر قبل ما يموت. ايه ده؟ الطرف الأول إبراهيم سعد الفلاني، وللطرف الثاني سعاد محمد نصر، وعبد الله ابراهيم سعد الفلاني، وعنبه ابراهيم سعد الفلاني. ده بجد يا عبد الله؟ بجد يا بابا، عندك القبضه بتاعته بالكتف بتاعه، وعندك 2 شهود، استاذ جورج انطوان والاستاذ جلال منصور، والاختام بتاعت شارل عقاري. يا بنت كريم يا رب، يا بنت كريم يا رب، الارض رجعت لك في غمضه عين. عبد الله انا مش قادره اصدق. اهو كده بقى الورقه اللي في ايد عمك عباس يبلعها ويشرب ميتها. ليه كده يا عمر؟ ليه ايه الفكره؟ ليه تعمل كده وما تقوليش؟ وليه تدي الورقه دي لصاحبك وما تتهنيش؟ انا ابنك. ايه الغرابه؟ ابوكي ما باعش يا عينب، ولا كان عمره هيفرط في شبر واحد من ارضه ويحرم عياله منها. ليه؟ لا كان مزنوق ولا مديون ولا محوج لعباس في قرش ساغ عشان يرميها في حجره. وياما قلت له اكتب الارض باسمك انت واخوكي. وليه ما عملش كده بس ياما؟ عشان طيب، طيب وعلى نياته زي ابنه بالظبط. اقول له احمي ولادك من قرصه عباس، يقول لي عباس ده اخويا وسندي وظهري في الدنيا، واني بقى ما حدش يورثني على حياه عيني. دينا ما ورثناهوش ولا في حياته ولا بعد ما ماتوا. بالزور، ما ورثناش بالزور يا عنبه. الورقه اللي في ايد عباس دي مضروبه ومتزوره. انا مش فاهمه الراجل ده زورها ازاي.